يا أخي هيمون ده عليه طريقة تعامل مع المساجين لا أخلاقية بشكل بشر. أنا بفكر أخلص منه. قلت لي اسمك إيه؟ صفوان. صفوان. معلش يا صفوان، أصل أنا الأسماء عندي بنساها على طول. أنت عارف يا صفوان؟ أنا بحيي فيك الروح اللي جواك. أنت من الشخصيات المخلصة لأصحابها، وفعلاً اللي زيك بقى عمله نادر قوي. وبحب فيك كمان ان انت خايف على صاحبك، بس للاسف يا صفوان انت ما تعرفش رعد ده بيشتغل ايه ولا بيعمل ايه. رعد ده جاسوس. ايه؟ جاسوس وعميل ضد البلد، وياما عمل مشاكل ودخل البلد كلها في مشاكل، بس ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا. ده ليه؟ عشان الغلابة، أهل البلد الطيبين. شوف بقى يا صفوان، تبقى بني آدم أناني، تحط علاقتك وحبك لصاحبك في كفة الغلابة، آلاف الطيبين في البلد في كفة تانية. قولي بقى هو فين يا صفوان؟ صدقني اسمه وقف، انا ما اعرفش عنه حاجه من ساعه ما هرب. ايوه من ساعه ما هربته من المحضر، صح؟ هربنا من الظلم اللي كنا بنشوفه. انا مبسوط بيك قوي يا صفوان انك تعاونت معايا. قول لي بقى مين اللي هربكم؟